بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه ينطلق بنقول شوطنا التاسع في مجموع هذه الأشواط، ولكن هو الشوط الأول الرئيسي لأبناء القبائل من يتنافس حقيقة على كسب الشهرة والناموس، من يتنافس على كسب ونيل قاعدة المركز الأول. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس 19 اسما يتواجدا في هذه القمة، ولكن بسير هناك مع جبار السالم سلطان محمد بن واس النقلة على حدث محمد بن يمع بن عبيد بالدبيلة، بينما اللي في المركز الثالث اللي هي سرابة سلطان بن محمد الملعاي والصالحية اللي تأتي برابع المراكز راشد بن خلفان بن راشد الأغفلي. وفي المركز الخامس هناك تعويض خالد مطر الطنيجي، نقلتنا على سادس المراكز اللي هي اليتيمة بطيب بن يمعى بن عبيد بن صبيح الفلاسي. يا مرحبا بجميع من حضر هنا لأرضية هذا الميدان. النقلة على المركز السادس اللي في المركز السابع هناك اللي هي مهمة عبد الله خليفة بن سالمين العرياني. يا سلام يا أبو خليفة، نقلتنا على المركز السابع اللي في المركز السابع صوغة لسعيد عبد الله بن سعيد بن راشد الجابري. النقلة على المركز الثامن اللي من الجانب الثاني بصمة أحمد بن راشد حميد الغويس. انتقل وياكم الى المركز التاسع الحذرة سالم سلطان بن رشيد. وفي المركز العاشر هنا اللي هي ذخيرة حمد سلطان عبيد بن مرخان الاكتبي. هكذا ايها الاخوة كانت النتيجة للمراكز العشر، دعناها عليكم في ندائنا الاول، نداء القمة، نداء الناموس. ولكن الناموس وين الناموس؟ والله بعدنا عن الناموس تقريبا 2.5 كيلو تقريبا قطعناها، والمتبقي من عمري هذا الشوط ومن عمري هذا الانطلاق. وجبارة ما شاء الله يا ابو محمد، ما شاء الله يا ابو محمد، ما شاء الله يا ذكر الله، علي مسيطرة على مقدمة هذا الشوط واللي صامد على المركز المركز الاول لسالم بسلطان بن محمد بن واس. ولكن الجابري مع صوغة عبد الله بن سعيد بن راشد الجابري. ان الله والندى، اول ندى لسرابة، ولا من هناك من الجانب الثاني شاهيني عبد الله بن حميد مزيب بن حميدان. يا سلام يا بن كعيب، نقلتنا على المركز الرابع تعويض لخالد مطر الطنيجي، بينما اللي في المركز الخامس حدث محمد بن عبد العبيد الدبيله. النقلة على المركز السادس بصمة أحمد بن راشد الغويس. المركز السابع شعار العرياني، يا العرياني مهمة عبد الله بن خليفة بن سالمين العرياني. وفي سابع المراكز المركز الثامن هناك ذخيرة حمد سلطان بن مرخان. تاسع المراكز ما شاء الله بنقول حسام حل سهيل مبارك مرخان. وفي المركز العاشر لسالم سلطان رشيد السويدي اللي هي الحذر. هكذا كانت النتيجة للمراكز دعناها عليكم بالتمام، ولكن بعود إلى مقدمة الشوط. ما شاء الله الجابري وبن كعيب اللي يتنافسون على المركز الأول وعلى نيله وكسبه. ما شاء الله تبارك الرحمن، وتعود ملكية صوغة للسيد عبد الله بن سعيد بن راشد الجابري. من الجانب الثاني هناك الشاهينية عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان. والناموس وين يا جماعة؟ الناموس وين؟ السلام وين؟ هل حميداني ولا جابري؟ يا السلام، اللحظات الأخيرة، ولا هناك رأي آخر لبقية الأسامي ايضا اللي تتواجد على هذا الشوط؟ غيرت الشاهينية، طارت الشاهينية بالمركز الاول.
عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان من يقدم الشاهنية على هذا الانطلاق الجميل. بن مرخان وصل والغويث قدم بصمة هنا في اللحظات الأخيرة، اللحظات الجميلة أحمد بن رايد الغويث، ولكن الشاهنية هي الأقرب، وبصمة تحاول، بصمة تحاول، قادمة بكل قوة، قادمة بكل قوة بصمة لتنتزع هذا المركز، لتنتزع هذا الناموس وتعود ملكيته. هنا الشاهنية عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي بصمة، ولا الشاهنية، والشاهنية أقرب للناموس. والميتين المتر الأخيرة الذي شهدت الكثير وسوف تشهد الشاهنية على الصدارة، تهانينا والناموس. هذه لحظات وصول الشاهنية مستمعينا الأعزاء إلى خط النهاية، معلن هذا الفوز. بصمة بدأت تقترب، بصمة بدأت تقترب، تهانينا لعبد الله بن حميد بن حميدان المركز الثاني، لأحمد بن راشد القويس المركز الثالث، شعار حمد بن سلطان بن مرخان المركز الرابع، سالم بن سلطان بن رشيد المركز الخامس، حير بن مبارك بن مرخان. 6:16 ثانية التوقيت، تهانينا والناموس.